لأي حد كان عنده قلق أو لغط أو عدم طمأنينة من بايونير بسبب الأزمة اللي حصلت خلال الثلاث أربع أيام اللي فاتوا دول، ما تقلقش، ابدأ نشاطك وما تقلقش خالص، لأن الحمد لله في أخبار سارة وأخبار مفرحة جدا جدا بخصوص تجميد أموالك على بطاقة بايونير. كل التفاصيل دي هنعرفها بعد الفاصل. ورجعنا لكم من تاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ الفيديو، ياريت لو أول مرة تشوفنا على القناة ياريت تدعمنا وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان توصلك كل فيديوهاتنا، وطبعا ما تنساش اللايك وكمان الشير. نروح لفيديو النهاردة. تقريبا من نص ساعة وصلني إيميل من بايونير بيقول لي إن في أخبار سارة بخصوص بطاقة بايونير وبخصوص تجميد أموالك. الحمد لله فتحت الإيميل لقيت الرسالة ديت بيقول لك: يسعدنا أن نخبرك أنه تم رفع تجميد هيئة السلوك المالي. الآن يمكنك سحب الأموال الموجودة في بطاقتك من أجهزة الصراف الآلي ATM أو إنفاقها عبر الإنترنت. وكمان لو عايز تسحب أموالك لأي حساب مصرفي محلي خاص بيك تقدر تسحبها، ولكن من يوم 6 أو من يوم الاثنين 6 يوليو 2020 تقدر تسحب أموالك لأي حساب مصرفي محلي بدون أي مشاكل. برضو عشان أتأكد واتطمن وما أقولش أي معلومة كده والسلام، دخلت على حسابي في جوجل أدز وعملت شحن لحسابي بقيمة $20 من بطاقة بايونير علشان أتأكد إن البطاقة اشتغلت، والحمد لله المشكلة اتحلت. بالفعل تم تنفيذ العملية وشحنت حسابي $20، ورجعت هنا للرصيد اللي على بايونير لقيت هنا البطاقة بقى $700. وطبعا في الفيديو اللي فات كنت موريكم رصيدي $720، فتمت العملية بنجاح وتم شحن حسابي في جوجل ادز بقيمة $20 من بطاقة بايونير زي ما احنا شفنا بدون اي مشاكل. بكده يكون الحمد لله مشكلة بايونير اتحلت، مشكلة بطاقة بايونير اتحلت. اي حد كان عنده مشكلة او عنده عدم اطمئنان من بايونير ومن بطاقات بايونير، ما تقلقش خالص، ابدأ اشتغل وابدأ استغل اموالك في اي مكان انت محتاجه. بكده نكون خلصنا فيديو النهارده. يا ريت بقى لو عجبك ما تستخسرش فينا اللايك والشير، ولو اول مره تشوفنا على القناه اوعى تخرج قبل ما تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان توصلك كل فيديوهاتنا. اشوفكم على خير والى اللقاء.